يوسف موجود؟ لا مش موجود، راح الشغل. نقول له مين حضرتك؟ يو انت حر؟ معصر المقاولات. وحياتك، عاوز اسال على واحد عندكم اسمه سراج احمد منير. ما عندناش حد بالاسم ده. طب اديني حد مسؤول اكلمه. دقيقه واحده. السناني عند الباب اللي وراني دلوقتي. كنت عاوز اسال على واحد بيشتغل عندكم اسمه سراج احمد منير. ما افتكرش في حد عندنا بالاسم ده. ازاي يا فندم؟ ده صرف من البنك اكتر من مره باسم شركتكم ومبالغ كبيره. سوري، اسف. الظاهر في عندنا فعلا شخص بالاسم ده. سراج ايه من فضلك؟ سراج احمد منير. ممكن اكلمه؟ اعتقد ان الاستاذ سراج في ماموريه. حضرتك مين وعاوزه ليه؟ الو، وحياتك عصام. ايه، لو حد سأل عليا انا خارج وراجع على طول. ماشي يا واحد. يا عصام، ايه، انت اللي كنت طالب المعاصره للمقاولات؟ لا، امال مين اللي كان بيكلمك؟ يوسف. ها؟ انت مش كنت دلوقتي على الخط؟ انت اللي كنت طالبها يا يوسف؟ معاك على الخط. ايوه يا استاذ يوسف، حضرتك فتحت موضوع. يا فندم، انا اصلا ما فيهاش حاجه معينه. يا ريت تشرفنا في الشركه نشرب في جال قهوه ونتكلم. هنتكلم في ايه يا فندم؟ في سراج ولا في حاجه تانية؟ يا فندم، انا كل اللي كنت عاوز اتاكد منه. من ايه يا استاذ يوسف؟ من شخصيه اللي صرف الشيك. بس حساب شركتنا مش شبك يا استاذ يوسف، نتقابل ونتكلم احسن. الو، كده تسيبني نايم وتمشي؟ ما صحتنيش اخرج معاك ليه؟ اسمع رفاعي، انا ماليش دعوه باللعبه دي. خد ادي عنوان سراج اهو، واعتبر نفسك ما شفتنيش خالص ولا تعرفني، انت فاهم؟ هو حصل حاجه؟ يوسف، كان في واحد دلوقتي طالبك حالا في التليفون. مين؟ واحد بيقول انه صاحبك من زمان، كان في المانيا. انا ماليش صحاب في المانيا. يوسف، اما ملقكش طلب يعرف عنوان البيت. واديتهوله؟ انا قلت له يجي البنك هنا، فقال لي انه مشغول لاخر النهار، فديته عنوان البيت. ايه يا يوسف، في حاجه؟ لا لا لا، مفيش حاجه خالص.
استاذ يوسف. ايوه. كنا عايزين ندردش مع بعض شويه. انا من طرف سراج. يوسف عن اذنك. سهام. لا فضلت الميه دلوقتي. يلا بسرعة ارفعي. ايه؟ نبعد دلوقتي عن هنا. وبعدين ارفعي هعمل ايه؟ انت خايف كده ليه؟ انا كان مالي ومال الحكاية المهببة دي. حظك النحس بقى. لا يا عم انا رايح ابلغ البوليس واخلص من الدوشة دي كلها. هتبلغ البوليس هتقول له ايه؟ هقول له ايه؟ اقول له على اللي حصل واطلب حمايتي. حمايتك؟ حمايتك من ايه ومن مين؟ انت بتحلم؟ دول الناس ايديهم طويله وطرشه. انت مش بتقول عرفوا بيتك وجولك البنك كمان؟ ايوه. يبقى عليك العوض. تعرف ايه الحاجه اللي تخليهم يبعدوا عنك وتخليك تطلع منها سليم؟ اننا نرجع فلوس تاني. صح صح يا ولد، ده عين العقل. حلو قوي ومفتوحه. تعالى. ايه؟ تعالى. انت بتعمل ايه؟ تعالى بس. ها؟ ايه؟ اركب. بس انت كده تبقى سارق العربية. اركب وبعدين اركب. معاك رخصة سواقة؟ ورخصة عربية كمان اهي. قلت لي بقى يا اخينا هرجع الفلوس دي ازاي؟ لازم نلاقي سراج. صح، لكن ازاي اذا كان ابن الحرامية سايب عنوانه في البنك على خرابة؟ اسمع، قبل سراج كان في واحد بيصرف الشيكات من البنك لنفس الشركة دي، اسمه رشدي حسين عامر. المعلم رشدي؟ الله، انت تعرفه؟ الا اعرفه. جدا قوي. سميتنا على اسمي غريبة. في واحد النهارده سأل عن سراج منير، فكرته بيهزر. أكيد بيهزر. رشدي حسين عامر موجود؟ ساب هنا من زمان. راح فين؟ راح مطرح ما راح. مين بيسأل؟ هيكون مين يعني؟ انا بس خفت تكون المهم تلاقيه في اسكندريه في المينا تصدير واستيراد، حاجه كبيره خالص بيطلع في الجرانين ساعات. اتفضل. مره تانيه يا حلوه. عن اذنك. محدش يرد على التليفون. قول لي انت مين وايه الحكايه بالظبط؟ احنا ناس طول عمرنا عايشين جنب الحيط وما لناش دعوه بحاجه ابدا. ابنك فين؟ يوسف ماله يا بيه؟ ابني عمره ما كان له دعوه بالسياسه. سياسه يا وليه؟ فين الشنطه اللي جابها هنا؟ اسمع من فضلك.
توريني بطاقتك الشخصية. يا راجل تلاقي. النهارده بعد الظهر وانا ما رجعتش البنك خالص. اسمع يا سهام، انا عاوزك في البيت. اهلا يا طنط، ازيك؟ ازيك يا ابني؟ على اذنك معلش. من زمان ما حدش شافك. بتقول ايه يا يوسف؟ اديني الفلوس اللي عندي كلها دلوقتي. ليه؟ لقيت شقه؟ لا انا محتاج الفلوس يا سهام، محتاجها قوي. محتاجها في ايه؟ حصل حاجه؟ ايوه حصل، بس هاتيها دلوقتي وبعدين هقول لك. لا طبعا، انا مش هطلع مليم واحد الا لما اعرف الفلوس دي رايحه فين. ولا انت ناسي ان دي فلوسنا سوا؟ خلاص هاتي نصيبي فيهم. يوسف ارجوك يا سهام، مفيش وقت. يبقى لازم اعرف ايه الحكايه بالظبط. يوسف انت ناسي ان انا خطيبتك ومن حقي اعرف عنك كل حاجه؟ هتقدري الموقف؟ هحاول. عملت ايه؟ ما لقيتش غير 200 جنيه جبتهم. رضا هنروح فين؟ عش الوطويط. وبعدين معاك يا بنت انت، ما تخليكي جدع عمار. وحشتني قوي. سخلك لقمه تاكلها يا رفاعي. كتر خيرك. بابا احنا عندنا لحم النهارده، وامي شايله لك مناب. انا جيت اشوفكوا قبل ما اسافر. ايه تسافر فين؟ ما تاخد مفتاح القهوه وتروح تفتحها يا ابني. هتفضل تجري كده لحد امتى؟ ان شاء الله يا حاجه بعد ما ارجع هفتحها واقف فيها. وانت عملت ايه؟ لا وانت عملوا معاك ايه؟ فلت منهم. بقول لك ايه يا رفاعي، عشان خاطرك كفايه شقاوه، انا مستعده انزل معاك القهوه وايدي على ايدك زي زمان. جرى يا بت، ما تكت من مول هات البورصه. مش قدام العيال يا مجنون. نفسك تسوق؟ لعلمك بقى انا حاجز على عربيه سيات. بتعرف تسوق ولا لا؟ لسه، انما سهام بتعرف. حلاوتك اسكندريه هتبقى برد دلوقتي. بس انا حاسس كاني رايح اصيف. مساء الخير. وحياتك عايز احط الشنطه دي في الامانات. مساء الخير. على فكرة أنا شفت البرنامج ده قبل كده، كل الأغاني اللي فيه بايخة وقديمة. ما تعجبش غير العواجيز والمراهقين. ما تنام بقى يا اخي.
خفت تروح؟ لا صعبت عليا اسيبك لوحدك. قول يا رفاعي ما فكرتش تاخد الشنطه من سراج وما ترجعهاش؟ بيني وبينك لما عرفت ان انا كنت حمار بيشيل ملايين ويضحكوا عليا بملاليم النار طلعت في دماغي. بس العمليه صعبه قوي والعالم اللي بيشتغل معاها ما بترحمش. طب ما هو سراج كان زيك. سراج ده مجنون شال راسه على كفه وماشي. ده عايش لوحده يابا فرضان. انا في رقبتي عيله. تعرف امبارح وانا بسلم عليهم صعب عليا قوي. بنت نعيمه دي جت عاوي. قول لي ارفعها عرفتها ازاي؟ كنت بشتغل عند ابوها في قهوه صغيره كده. كانت هي في النصبه وانا في الارضيه. في يوم حاولت ابوسها كلتني قلم على وشي. رن في وداني. بعد اسبوع كنت متجوزها. وانت؟ لسه ما تلعبتش القلم. ايه ده؟ هاتي الشيك ده. انا نازله في اوضه 210. ميرسي قوي. ده منشط للدوره الدمويه. العربيه معانا بدل ما كنا رميناها في الشارع. ده تلاقي البوليس قلب الدنيا عليها. يمكن نحتاجها. نبقى نستلف واحده تانيه. مش مهم العربيه دلوقتي. هو البني ادم بيعيش كام مره؟ عاوز تقول ايه؟ سراج مش هجدع مننا. عليا النعمه اللي ناخد النص تقارنا بنقسمه بينا وبعض. انت ورك وانا ورك. قلت ايه؟ قدها. والناس بتوعك؟ ناخد الفلوس الاول وبعدين نحلها الف حلال. قلت ايه؟ مش عارف ابو رفاع. مش عارف ده ايه؟ ما تسيبك من شغل العيال ده بقى. هتفضل طول عمرك كده؟ طول عمري. قلت ايه في يومك اللي مش فايت ده؟ هاتي ايدك. امسكي ما تخافيش.
بالراحة عشان متعوري. الحمد لله على السلامة. تعبتك معي. معلش أنا بحب التعب قوي بس مش عشان أي حد. شربت مية؟ يعني حاجة بسيطة. أول ما نوصل الشط هنزلها لك. أنت عارفة إن أنا غاوي كشافة طول عمري؟ مفيش حتة في مصر غير لما زرتها. أنت زرت البحر الأحمر؟ لا. هيعجبك قوي لما تزوريه. أنا حاطط في العربية خيمة صغيرة وبعض المعدات. جاهز. عيب هو في وقت. أنت عارفة إن أنا طلعنا جيران؟ في مصر؟ لا 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 هنا. أوضتي جنب أوضتك على طول. أنا اتخضيت عليك قوي. دفي شوية كده. برافو عليك. ده انا حبيبك يا معلم واقف عرضك. ما انتش فاكرني؟ انت اللي سالت عليا امبارح في مصر؟ ايوه يا معلمي. ما بلاش حكايه معلمي دي. انت فاهم؟ كنت عايز ايه؟ واقف عرضك يا معلمي. طالب حمايتك. صباح الفل يا رشدي بيه. ايوه ايوه ميرسي قوي. لا وصلت بالسلامه امبارح. طب وما نزلتش عليا طوالي ليه زي ما اتفقنا؟ بتقول ايه؟ الامانه فين يا سراج؟ واحده واحده بس من غير حمقه. لا طب كله تمام التمام. مش هينفع الكلام في التليفون، لازم نقعد كده. ما تنساش تجيب الأمانة معاك. لا يا رشدي بيه أنا ما أقدرش أجي عندك، أنا مستنيك هنا في فلسطين في البر. أوكي. مش خلاص؟ ألا هو أنت عايز التليفون؟ إيه رأيك؟ اتفضل. حاجة يا رشدي اسمع يا صرصار انت، الواد اللي تحت ده تمشيه. يوسف احنا مش ناقصين لا بعيال. ده وجد دعاوي يا رشدي بيه. انا قلت يمشي يعني يمشي، مفهوم؟ مفهوم. خد الباكو ده تحت الحساب، انت من دلوقتي تبعي، مفهوم؟ سراج قاعد في اللوكان ده نفخ لي بطنه عامل ملك. مفهوم. اسمعني كويس، انت دلوقتي ميت ميت صح؟ ما انا واقف في عرضي بيه. ما انت ما انتش هتقع في عرض بلوشي كده يا روح امك. لذيذ يا رشدي بيه. حاضر يا فندم، دقيقة واحدة. تليفون من مصر. يا طيب. الو؟ عملوا فيك ايه؟ ابدا. ما تقول لي يا رفاعي ايه اللي حصل؟ خد دول عشانك. ايه دول؟ ودول تديهم لنعيمه في عيش الوطويط. اسال على الواد صبح ابني. رفاعي ايه اللي حصل؟ خد الفلوس واخلع انت. العمليه دخلت في الغويط. قول لي بقى انك عاوز تقنطرني علشان تطلع بنص ارنب لوحدك.
يا بني ادم اسكت. لا مش هسكت بقى يا رفاعي. ها ما انا مش كرادي عشان اتاكل اوانطه كده يا حمار. انت انا خايف عليك. انت مش وش الحاجات دي. اللعبه دي مش باين لها اخر. يلا اتكل على الله. انت رايح فين؟ رشدي واخدني يغديني في الكندالوكس. طعم الاسراج يا سيد على اخر الزمن. فين؟ روح. انت مش قد اللعبه دي. روح اتكل على الله. خلصت منه؟ خلصت. انزل احجز لك اوضه هنا. هنا؟ سراج نازل هنا. انا هجيب لك نمره الاوضه اللي هو نازل فيها. حاضر. حسك عينك يشوفك ولا يقابلك. ماشي. خليك في الاوضه لحد ما اتصل بيك. حاضر. ما تروحش من ناحيه البار.